مرحبا لجميع الأصدقاء المشاهدين، برحب فيكم أصدقائي دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن خلال برنامج مرايا الشمال. تحية لكم بكل المدن والقرى والبلدات اللبنانية. دائما عم نعرفكم على شمال لبنان، على المواقع التراثية، المواقع البيئية وأبرز النشاطات اللي عم تحصل بالمدن والقرى والبلدات الشمالية. تحية لكل المغتربين، ودائما لبنان مشتاق لكم. لبنان هالوطن الحلم، وطن الرسالة، وطن المحبة والوحدة الوطنية والعيش المشترك، دائما مشتاق لكم، خصوصا بهالظروف الصعبة اللي عم تمر على وطننا الحبيب لبنان. ندعي من رب العالمين دائما انه ينقذ هالوطن وتعالج كل القضايا المعيشية اللي فعلا كثير ضاغطة على كل الناس بكل المناطق اللبنانية. أكيد بهالأيام المباركة، إن كان الصوم عند الطوائف الغربية أو الصوم عند الطوائف الشرقية، ونحن قادمين على شهر رمضان المبارك، إن شاء الله دائما هالعيش المشترك، هالعيش الواحد بضل هو ميزة لبنان الحضرية. أصدقائي، برنامج مرايا الشمال هو مساحة محبة وتلاقي وحوار بين جميع اللبنانيين وخصوصا أهل الشمال، واليوم حلقة غنية، نحن وياكم وكاميرا الزميل أمير سليمان بيعرفنا اليوم شو عندنا بحلقتنا برنامج مرايا الشمال. مسيحيون ومسلمون معنا لبناء الوطن هو عنوان ندوة لنظمها جمعية الخير أنا وأنت ونقابة المحامين في طرابلس، بحضور ومشاركة شخصيات سياسية ودينية وفكرية من مختلف المناطق اللبنانية. الندوة طبعا أقيمت بمركز نقابة المحامين في طرابلس. هلأ بالمبدأ نحن معروف، وخاصة طرابلس هي تشكل النموذج الأجمل للتعايش الواحد والعيش الواحد، وهي نقابة المحامين دائما كمان مثال يحتذى فيه بموضوع العيش الواحد والمحبة الدائمة والوحدة والتعاون والتكافل بكل شيء. اليوم متعاونين مع الخير أنا وأنت، يعني اسم الجمعية كمان بيجذب. هلأ بيني وبينك، هو اللي بيجذب اسم الجمعية وبيجذب طبعاً كتير نقابة المحامين بطرابلس، وعنوان المحاضرة هو بحد ذاته محاضرة. يعني إذا بدي أحكي مسيحيون ومسلمون معاً في بناء وطن، هو بحد ذاته العنوان محاضرة قائمة كاملة. ابتداءً أريد أن أحيي كل حاجة إلى شيء من الوعي والفكر المنفتح، ولبنان بحاجة إلى أن يعيد الناس قناعاتهم الإنسانية حتى تزداد المسافة قربا فيما بينهم. تحية إلى نقابة المحامين التي ترعى مثل هذا النشاط، وتحية إلى هذه الجمعية الفتية التي أخذت على عاتقها القضايا الفكرية والاجتماعية مع الخيرية. أنا سعيد جدا أن أعيش في بلد آمل أن يضج بالحركة الفكرية والثقافية، لأن الأمم والمجتمعات لا تعيش إلا بالفكر والعقل المستنير. حقيقة نحن محتاجين بهالفترة من الزمن لأنه نرجع نكهة لبنان الحقيقية، يلي هي بتعبر عن الاندماج الوطني والانصهار الوطني، واللي بتجعل من التنوع حالة إيجابية وحالة غنى بالواقع اللي بدنا نعيشه بالمجتمع. نحن جايين يوم نحكي بقلوبنا، وجايين أيضا نوصل الرسالة يلي نحن المفروض أنه أعطينا النموذج الرائع عنها تاريخيا في لبنان لكل العالم العربي والإسلامي، وللأسف عم نفقدها. فلذلك نحن عم نرجع، بلكي منقدر نروتش هالصورة يلي عم يحاولوا تشويها، لحتى نقول جمالية لبنان بهالفسيفساء الجميلة الحلوة يلي بتشكلوا حالة التنوع. جايين نحكي روح لبنان الحقيقية، اللي هي روح تجعل من المواطنة أساس وليس من الحالة الانتماء المذهبي أو الطائفي. كلمتك اليوم لجمعية أنا وأنت للخير، للخير أنا وأنت، للمدام ياسين غمراوي زيادة، اللي فعلا سيدة منفتحة، سيدة عم تعمل جهد كثير كبير. نحن بنقول لهم مش بس أنا وأنت، نحن كلنا معكم بهذا المنحة الجميل يلي دائما أنتم بتنشدوا من خلاله عملية التواصل،
بعد أنه عم نشوف خطاب دائما متشنج ومفرق وممزق. لما بتجي هذه الجمعية التي بتحمل هذه القيم حتى تعمل نوع من جمع الشمل واللقاء والالتقاء وتبث ثقافة متميزة على مستوى التقارب الحضاري والفكري والثقافي، منقول نحن هالجمعية لازم هي تشكل نموذج حقيقي عن جمعيات اللبنانية يلي بيلتقوا عليها الجميع. بدون شك طرابلس الفيحاء هي مساحة مميزة، يلي منها كمان عندك مبادرات استثنائية لإعادة بناء الوطن يعني، والتنوع الموجود بطرابلس هو تنوع لبنان ككل. بقى لحسابك نحن اليوم جينا على طرابلس، نحن يعني منمثل تقريبا ثلاث طوائف أساسية بالبلد، تنقول إنه كيف نحن يد بيد هذا البلد يلي هو رسالة مش بس للشرق، للعالم ككل، لأن اليوم سقطت المسافات، سقطت الحدود، من سيدير هذا التنوع العالمي؟ بقى نحن اليوم بلبنان عنا مسؤولية كبيرة إنه كيف نحن مع الآخر المختلف نبني مجتمعا واحدا، يعني هيدي الأهمية. ونحن بنينا من القرن السابع لليوم هالمجتمع التعددي مع الفتح الإسلامي، مجتمع تعددي مسيحي إسلامي متعدد، بنيناه ضمن نظام يلي هو بسموه الدولة التوافقية. لأنه اليوم لما يكون عندك فروقات دينية ومجتمعية ومفاهيمية للحياة وللتربية ولكل شيء، ما بديرها بالديمقراطية العددية، بديرها بالديمقراطية التوافقية، يعني كيف نحن بنخلق مساحات مشتركة. وبعتقد طرابلس هي المكان الأكثر تعبيراً عن هالتفتيش عن المساحات المشتركة. مساحة الرحبة كمان ممتازة جدا. نحن بتعرف طرابلس يعني هي بالأساس مدينة حاضنة لكل الطوائف، إخواننا المسيحية طول عمرنا عايشين نحن وياهم ببناية واحدة بشارع واحد، ما بنعتبر حالنا غير عيلة واحدة وما بيفرقنا لا دين ولا طائفة. اليوم الجدوى من اللقاء يعني هل سيصدر عنه توصيات ولا مجرد لقاء؟ أكيد بده يطلع منه توصيات، وكمان سعادة النقيب ماري تريز القوال إن شاء الله هتطلق بعدين مؤتمر تحت هذا العنوان مسيحيون ومسلمون معا لبناء وطن. الخير أنا وإنت، يعني قديش عم تعملوا جهود بهاليوم بهالظروف الصعبة؟ أنا بعرف أنه عندكم اهتمامات إنسانية ودائما مع الناس. للخير أنا وإنت هي عندها هدفين، تثقيفي وخيري، ولكن فترة كورونا كانت منها مساعدتنا أنه نحن نقدر نعزز هذا يعني الهدف اللي هو من أساس أهداف الجمعية. ولكن هلأ الحمد لله بلشنا نتجاوز الجائحة ورجعنا هلأ لنشاطاتنا. هذا اللقاء الحقيقة منه غريب عن طرابلس، هو طبيعي جدا، بيعبر عن طرابلس الحقيقية وعن تاريخها وعن تراثها، وهيدي من سلسلة أنشطة عم تنطلق بهالفترة لحتى تعيد الحركة الثقافية اللي أدت عدة ظروف أنها تضعف وتنحسر. الحمد لله هلأ عم ترجع الأمور تتنشط رغم كل الصعوبات ورغم كل الضغوطات، بدنا نرجع نعيش وننطلق. أكيد الشمال هو يعني الساحة الأهم بعتقد اللقاء الوطني بلبنان، بالخص نظرا لعملية التركيب السكانية والديموغرافية اللي فيه واللي بتشمل كل فئة الشعب اللبناني بدرجة أساسية. بعدين نقابة المحامين هي الحقيقة يعني المحل الأمثل اللي يكون فيها هيك محاضرة، أكيد في أخوان والمحاضرين الله يأخذوا بيده إن شاء الله. نحن بهالصرح اليوم بنقابة المحامين وخصوصا بهالمحاضرة القيمة اللي عم يلقوها المحاضرين اللي كلهم سوا لهم باع طويل بالعيش الواحد المسيحي الإسلامي وبعاصمة طرابلس مدينة العلم والعلماء، ما فينا نحكي كتير، هيدي حقيقة المدينة، هو دائما الفكر والثقافة والعلم والحوار والتواصل. على الرغم من كل الظروف اللي عم نعيشها بهالبلد، نحن بهالمدينة محافظين على هالعادات، محافظين على التقاليد، محافظين على العيشة الحقيقية الوحدة. ولكن تبقى بهالظروف الصعبة الاقتصادية ومع الكوفيد اللي عم يبعد الناس عن بعض البعض، بقى اليوم مناسبة لنرجع كمان نسمع فكر نير من المحاضرين الكرام، ومنهني الجمعية أنا للخير أنا وأنت، ومنهني كمان نقابة المحامين، وإن شاء الله دائما بترجع طرابلس لهالمسيرة ولهالتواصل
الكيان الفكري والاجتماعي وحتى السياسي اللي بنتمناه بالمناسبة للانتخابات اللي لازم تجرى بموعدها الدستوري، وهذا بنتمنى للكل كل خير. أمضى وزير الاقتصاد والتجارة أمين إسلام يوما طويلا في مدينة طرابلس بدعوة من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي، الذي استقبله في غرفة طرابلس الكبرى بحضور رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي المهندس أكرم عويضة، وأطلعه على مختلف المشاريع الاستثمارية الوطنية والإقليمية والدولية التي أطلقتها الغرفة والكفيلة بتحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل بشكل أساسي للمنظومة الاقتصادية المتكاملة. كما أطلع دبوسي الوزير إسلام على مرتكزات مشروع تشييد إهراءات القمح والحبوب في حرم مرفأ لبنان في طرابلس الذي أعدته الغرفة وفق دراسة علمية تقنية متخصصة. أنا اللي اليوم طلعت عليه من الرئيس دبوسي أنه الأرضية والبنية التحتية والمساحات المطلوبة لهيك مشروع جاهزة وكاملة، وكان في أصداء من عدة دول زارت هالمرفق الحيوي وزارت مدينة طرابلس مستعدة أنها تدعم أي مشروع انمائي وبطليعته مشروع بهالحجم. هيدا عدة مشاريع بطرابلس بما فيها المرفق، معرض رشيد كرامي، مطار روني معوض، وعدة يعني مشاريع حيوية ضروري جدا تتفعل، يسلط الضوء عليها ونتحرك فيها بسرعة، لأنه هيدا اللي حتقدر فعلا ترجع تنشر للاقتصاد اللبناني وتكون مدينة طرابلس كمان هالمدينة الثانية أو المدينة يعني الداعمة لمدينة بيروت بالنهضة اللي بدنا نعملها الإنمائية، لأنه ضروري وملح هذا الأمر. وحبينا نجي على المرفأ أول شيء لنطلع على سير الأمور بالمرفأ وعلى المنطقة الاقتصادية بالمرفأ، وكمان موضوع المهم عنا اليوم موضوع الأمن الغذائي. نحن عرفنا أنه في ثلاث بواخر اليوم عم تنزل حمولات مواد أساسية بما فيها القمح، بما فيها السكر، بما فيها الرز، وأنا عملت برمي بالمرفأ طلعت على السفن اللي عم تفرغ حمولاتها بما فيها سفينة عم تفرغ قمح كمان واصلة من يومين تقريبا أو واصل مبارح، فيها ما يقارب تقريبا نحن قلنا 7000 طن قمح، وإلى جانبها الرز والسكر. احتفلت جامعة العزمة بمدينة طرابلس بيوم المرأة العالمي واستضافت سيدات رائدات في العمل السياسي والاجتماعي والنقابي، ومنهم معالي الوزيرة السابقة الدكتورة ريا حفار الحسن، بالإضافة إلى نقيبة المحامين في طرابلس الأستاذة ماري تيريز قوال، والملازم أول الطيار ريتا زاهر، والناشطة الاجتماعية جويل أبو فرحات، وأدارت حلقة النقاش والندوة القيمة السيدة أميرة الدي الرافعي بحضور حشد كبير من فعاليات نقابية وهيئات نسائية وحشد من المهتمين. نتشكر على الدعوة بهيك صرح تربوي عريق، نحن أهل طرابلس بنفتخر فيه وبلبنان. شكرا كتير على حسن الضيافة، شكرا كتير على هالتنوع من المحاورات اللي هني عم بيحكوا بلسان حالنا كلياتنا لدعم دور المرأة في المجتمع، وأنا بقول المرأة والرجل هني بيكملوا بعضهم، سو نحن مش عايشين بمعنى معركة بل نحن عايشين لنكمل بعضنا إيد بإيد. الأمرأة بلبنان بمأزق، يعني بمأزق على كل المستويات، مش بس سياسياً، اجتماعياً، أمنياً، حتى بالدراسة، يعني بال in education. So كتير مهم إنه الجامعة تهتم بالموضوع، تفهموا تدرسوا. حابة أوجه رسالة لكل امرأة لبنانية إن كان بالسلك العسكري أو برات السلك العسكري، إنه يكون عندها أهداف وطموحات وتسعى إنه تحققهم لو شو ما كانت التحديات، خاصة إنه بمجتمعنا هلأ التحديات كتيرة، إن كانت تحديات اجتماعية، تحديات عائلية، أو تحديات على مستوى الوظيفة حتى. هو هيدا الحفل كان بمناسبة يوم المرأة، اليوم العالمي للمرأة اللي هو بيكون بـ8 أدار، فنظم
قمنا بالتعاون مع ست الآنسة دارين درنيقة وجنا كبارة والإدارة ككل، حطينا كل جهودنا لحتى نقدر نطلع بهيك حفل، وفكرنا ولقينا أنه نحن عنا نساء سيدات رائدات كتار وكان عندهم مسيرة كبيرة من الكفاح والنضال والنجاح، ما كان فينا إلا ما نضوي على هذه النجاحات. فاستضفنا معالي الوزيرة وزيرة الداخلية رايا الحسن كونها كانت أول سيدة بتكون وزيرة للداخلية بلبنان وبالعالم العربي، وقبلها كانت كمان أول سيدة بتاخد منصب وزير مالية كمان بلبنان وبالعالم العربي، كما أنه استضفنا نائبة المحامين الأستاذة ماري تيريز ووالي اللي هو نائبة محامي شمال لأول مرة كمان بتكون نائبة سيدة بعد 100 سنة على تقريبا عمر النقابة، يعني دخل بالمئوية الثانية هلأ. واستضفنا كمان الملازم أول طيار ضابط طيار بالجيش اللبناني بالقوى الجوية ليوتنانت زهر ريتا زهر، لأنه كمان كانت هي أول سيدة ضابط طيار بالجيش اللبناني، فنحن قررنا أنه نكرم هذه الستات كلياتهم. وكمان كان لنا الشرف كمان دعوة ومشاركة الست جوال أبو فرحات يلي هي مؤسسة NGO جمعية 50-50 يلي تعنى بتحديدا دور المرأة بالسياسة وتفعيل دورها وتوصيلها إلى صدة القرار وتشجيعها للمشاركة بكافة الميادين وخاصة السياسية منها. اكتشفت أنه في أشياء المرأة فيها تحل محل الرجل أو بتعمل مثل عمل الرجل وأكثر. اليوم كتير استفادت بهالليكتشر لأنه شفنا قدي سيدات حطوا هدف براسهم ونجحوا، عطيوني أمل لقدام رغم أنه أوضاع لبنان صعبة، بس أنه المرأة إذا حطت هدف براسها بتوصل. نظم قطاع المرأة في تيار العزم لقاء حواري تفاعلي مع السيدة نجاة الأي الطرابلسية المغتربة التي كانت أول من دخلنا في عالم الصناعة الإلكترونية في سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية. وأدار اللقاء الزميلة الإعلامية رندا بركات في مركز العزم الثقافي بيت الفن، وحضره حشد كبير من شخصيات نسائية وهيئات اجتماعية. نحن اليوم كتير فخورين وسعيدين انه كنا مجتمعين مع مدام نجاة اللي هي مثال للمرأة القوية، المرأة اللي استطاعت انه تحول كل الصعاب اللي تواجهتها لقصة نجاح، اللي خلقت من الألم أمل وقدرت توصل اليوم لحتى تكون من أنجح نساء العالم وتتكرم بدول متقدمة مثل أمريكا. ما بعرف إذا بدي أبدأ إني أتشكر الحقيقة المدام جنان اللي عملت لنا هالمقابلة هيدي، وكانت كنت سعيدة جدا أن يكون بطرابلس وبلدي وعم شوف الجمعيات كلياتها اللي كانت موجودة والشعب الطرابلسي. وجودي هون كان مهم جدا بالنسبة لي، كمان أعطاني إضافة كبيرة أنه شوفهم وجه لوجه. عم بسمع كثير عن اللي عم يعملوا لطرابلس، فأتمنى أنهم يستمروا. في مشاريع كتير ممكن تنعمل معهم، وفي مشاريع كتير ممكن هن يقوموا فيها ليقدروا يساعدوا أهل البلد، وإن شاء الله بتمر هالأزمة ومنتخطاها. يعني مع الظروف اللي أنتوا فيها واللي عاش البلد فيها، الحقيقة أنه أنا عندي احترام كتير للشعب الطرابلسي والشعب اللبناني ككل، اللي هو قادر يتحمل الظروف اللي عم يعيش فيها. شو ممكن الإنسان يعمل لنفسه؟ ما بيقدر الإنسان يعمل أكثر من أنه هو يساعد حاله يطلع من اللي هو فيه. بده يعطي حاله شوية أمل، لولا بصيص الأمل ما بيعيش الإنسان بالحياة. اليوم سعادتنا لا توصف باستضافة سيدة طرابلسية مغتربة، كلنا لنا الفخر أنه نتعرف على نجاحاتها، على قصتها الملهمة الناجحة وتحدياتها للظروف الصعبة اللي مرقت فيها بحياتها، وحبينا أن تكون قدوة وتنقل كل اللي مرقت فيه من معوقات وتحديات ونجاحات لستات الموجودين معنا اليوم، ليقدروا هن كمان ياخذوا منا الأمل، لأنه ما في شيء مستحيل وممكن هن كمان ينجحوا بالحياة.
بالختام مع أصدقائي تمنياتي وتمنيات الكل، فعلا ندعي من رب العالمين الله ينقذ هالوطن الحبيب لبنان وتعالج هالأزمة المعيشية اللي كتير ضاغطة، وأصبحنا اليوم نبعا بحاجة لأدنى مقومات الحياة، وخصوصا أنه الشتوية الله يبعث الخير ولكن ما بتخرج السنة. أكيد في فرحة عند المزارعين خصوصا للمواسم الزراعية، وبحاجة دائما للمياه، ولكن أيضا الناس بحاجة للتدفئة وخصوصا بالجبال. كان معكم من شمال لبنان منظر المرعبي، أما التصوير لميس سليمان، وإلى اللقاء.